السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا شباب. إن شاء الله ممكنين في الديسكشن لمساق الماتلاب. أنا هنا أول 5 شباتر، وإن شاء الله اليوم راح يكون عندنا أول محاضرة في شابتر 6. طبعا راح يكون في عدة محاضرات. طبعا شباب، شابتر 6 بيحكي بشكل عام عن إنك تعمل برنامج كامل في برنامج الماتلاب، عمل برامج استخدام الماتلاب اللي هي بروجرامينج الماتلاب. طبعا شباب راح اشرح طبعا الجزء الاول بالمحاضره هذه، عباره عن زي مقدمه او عباره عن ادوات او شغلات زي هيك تلزمنا في عمل البرامج، وان شاء الله بعد هيك راح نكمل في محاضرات قادمه. فبدايه الكتاب شباب بيبدا بسكشن 6.1، بيتكلم عن الريليشنال اند لوجيكال اوبريتورز. طبعا راح نتعرف شو هي الريليشنال وشو هي اللوجيكال اوبريتورز ان شاء الله واحده واحده. طبعا بداية شباب، هاي الريليشنال اوبريتور زي ما هو مكتوب في الكتاب عندنا عبارة عن ايش هي. اخذناها طبعا مواضيع طبعا عندنا سهلة وبسيطة وغالبيتها مرت علينا. اول حاجة الريليشنال اوبريتور شباب عبارة عن ايش؟ اللي عبارة عن الاكبر من، طبعا اول واحدة عبارة عن less than اللي هي اصغر من، الاكبر من اللي هي greater than، الاصغر من او يساوي، اكبر من او يساوي، واليساوي واللا يساوي او not equal. طبعا يا شباب هذه الصيغ اللي راح نستخدمها يعني او راح نكتبها في الماتلاب. يعني كيف بتعرف الماتلاب على اكبر من او يساوي؟ بكتب اشاره الاكبر وفي جنبها مباشره اليساوي، ما فيش بينهم سبيس. شباب لما يكون عندنا اشاره اكبر او اصغر ومعها يساوي بكونش بينهم سبيس، او الدبل ايكوال بكونش بينهم سبيس، او النط زي هيك. يعني الشغلات هذه ايش يعني؟ هي شغله بسيطه، ولكن لو عملت سبيس بيجي بيقول لك ايرور. طبعا شباب عشان قبل ان نستعملهم بدنا نعرف كيف آلية العمل تبعتهم، يعني ايش الناتج اللي بيطلع عندنا لما نستعملهم. عملية بسيطة وسهلة يا شباب. لما انا اجي اقارن رقم برقم، يعني كمثال لو انا كتبت في الماتلاب 6 اكبر من 4، عملية صحيحة. كيف البرنامج بيفهم العملية تبعتي هذه؟ بيفهم شباب البرنامج انه اذا بقارن الرقمين، اذا العملية تبعتك صحيحة بيظهر لك الناتج تبعتك النتيجة، اذا عمليتك صحيحة بيظهر لك الناتج 1. إذا العملية تبعتك خاطئة أو الجملة تبعتك اللي أنت كتبها البرمجية خاطئة بيظهر لك الناتج 0. هذا بشكل بسيط إيش آلية عمل البرنامج. طبعا شباب بالنسبة للريليشنال أوبريتور ممكن نستخدمها في إيش؟ في صيغ رياضية زي الجمع والطرح. يعني ممكن نكتب رقمين نقارن بينهم أكبر من أو أصغر من، بين قوسين زائد أو ناقص رقمين آخرين وشغلات زي هيك. إن شاء الله رب الأمثلة راح يتضح، بس هذه بداية شوية معلومات. ايضا شباب احنا يعني خلينا ناخذ مثال بسيط عشان الواحد يكون فاهم ايش بنحكي. يعني شباب هاي كبدايه لو كتبنا مثلا 7، طبعا شباب اشاره الاكبر والاصغر على حرف الزين والواو بالعربي في الكيبورد، بس تضغط عشان ضغطه شيفت، يعني على اساس انه بالانجليزي ما ظهروش مباشره، بنضغط شيفت وحرف الواو او اللي هي عباره عن ايش؟ عباره عن اصغر من. شيفت وحرف الزين عباره عن اكبر من. الشرط اللي يساوي زي ما احنا عارفين النط ايكوال اللي هي النط عباره عن موجود على الشباب على حرف الذال بالعربي اللي هي جنب رقم 1 فوق، شيفت مع حرف الذال بتلاقوها. اساس الواحد لو مش عارف من وين على الكيبورد هيني حكيت. هاي شباب مباشره لو كتبنا مباشرا اي عمليه، هي مثلا 7 اكبر من 2، مباشره البرنامج حيقارن 7 اكبر من 2 عمليه صحيحه، حيطلع لها الناتج عباره عن ايش؟ عبارة عن 1. لاحظوا يا شباب كي كتب لك ان هذه عبارة عن لوجيكال، عملية يعني من اللوجيك او المنطق، قال لك الناتج تبعها قديش؟ 1. يبقى العملية صحيحة. يعني لو مثلا كتبنا عملية ثانية مثلا اللي هو 1 اكبر من مثلا 5، عملية خاطئة، ايش راح يدينا؟ 0. يعني شغلة بسيطة. هذه شباب عبارة عن عملية مقارنة، بسموها عبارة عن سكيلر مع سكيلر، يعني عبارة عن عنصر مع عنصر. ممكن أقارن أنا عنصر مع فيكتور، أو فيكتور مع فيكتور، أو ماتريكس مع ماتريكس، أو عنصر مع ماتريكس. طبعا إذا قارنت أنا، يعني أساس أديكم بس شغلة نظرية قبل لا نبدأ نطبق، لو قارنت أنا عنصر مع فيكتور كيف بيشتغل البرنامج؟ يعني مثلا قلت رقم أكبر من الفيكتور الموجود عندي، بصير يمسك الرقم هذا اكبر من الرقم او اكبر من اول عنصر في الفيكتور بحط 1، اصغر منه بحط 0. يعني كل ما تنطبق يعني العمليه بين العنصر هذا والعنصر الموجود في الفيكتور بحط 1، بتكون عكس اللي انت حاطها بكون عندك ايش؟ 0. بالمثال راح يوضح. راح نجرب هذه العمليات كلها اللي قلنا نقارن. طبعا بس اديكم ملاحظه انه مقارنه فيكتور مع ماتريكس ما بزبطش، اما عنصر مع عنصر بزبط، فيكتور مع فيكتور بزبط، ماتريكس مع ماتريكس بزبط تقارن، فيكتور مع سكيلر قلنا بنفع تقارن، ماتريكس مع سكيلر بنفع تقارن.
طبعا بالنسبة للفيكتور قلنا بيمسك كل عنصر من الفيكتور بقارنه بين مين؟ بالعنصر اللي انت حطيته. بالنسبة للماتكس نفس الشغل، بيمسك العنصر اللي انت حطيته وبيمسك عمود عمود، بس اذا قارن العمود الاول وبديك الناخذ على شكل برضو مصفوفة، ناتجة عبارة عن حجمها بيساوي حجم المصفوفة الأصلية مكونة من أصفار ووحدات، يعني وين تحقق الشرط واحد وين ما تحققش بتكون زيرو. بالمثال خلينا ناخذ مثال مباشر وسريع وبسيط راح تفهم الشغلات هذه كلها. طبعا أول حاجة شباب بدي أديكم مثال على أنه ممكن نستخدم الـ relational operator، ممكن نستخدمه في حملة الطرح والجمع. كيف يعني شباب؟ نشوف مثال بسيط. هاي مثلا إكس تساوي، طبعا شباب الأقواس مهمة، لو ما حطيتش أقواس بتصير القصة عوامة، بتفهمش مين بطرح مين قبل مين راح ياخذ أولوية. طبعا بالنسبة للأولوية طبعا إن شاء الله راح نيجي عليها لقدام شوي. هاي مثلا 2 أكبر أو 2 أصغر من 6، أي يعني مثال بسيط أوريكم كيف اللي هي العمليات هذه. 3 أكبر من 5 زائد بين قوسين برضو اللي هو عبارة عن 6 ضرب 2 دبل ايكوال 3 ضرب 4. خلاص يا شباب المعادلة اللي أنا كتبتها أو الجملة البرمجية هذه بدي يمسكها البرنامج ويبدأ فيها. طبعا حسب الأولوية، بالبداية عندنا طبعا أولوية لمين؟ للقوس أكبر أقوى شيء، بمسك أول قوس عبارة عن إيش؟ 2 أصغر من 6. عملية صحيحة ولا خاطئة؟ صحيحة، يبقى الناتج تبعها قديش يا شباب؟ 1. طيب نمسك القوس الثاني، 3 أكبر من 5، عملية خاطئة ولا صحيحة يا شباب؟ عملية خاطئة، الناتج تبعها إيش؟ 0. بمسك القوس الثالث، 6 ضرب 2 يا شباب عبارة عن قديش؟ 12. إيكوال 3 بـ4 بـ12 برضه، عملية إيش؟ صحيحة. راح يجمع 1 زائد 0 زائد 1، يطلع الناتج عندنا قديش يا شباب؟ 2. هذا شباب يعني مثال بسيط. نكمل في اللهم صل على سيدنا محمد. بالنسبة لاستخدام اللي الفيكتور، نقارن فيكتور بفيكتور، نقارن فيكتور بسكيلر، شغلات زي هيك. لو بدينا بداية عرفنا اي بدها تساوي فيكتور جديد عندنا بيحتوي على مجموعة من العناصر، نفترض 12 4 5 7 9 10. طبعا شباب لها شروط المقارنة، يعني لما بدي اقارن فيكتور بفيكتور لازم يكون له نفس السكيل يا شباب، نفس الطول يعني، تمام، نفس اللينك. كان عندنا ايضا بي تساوي ايضا فيكتور ثاني، العناصر الموجودة فيه مثلا 4 4 7 11 9 20. هاي عرفت تو فيكتور شباب اللي هو A و B. لو جينا نبدأ نقولنا انه اعمل لي دي تساوي، يعني انه حط لي الناتج تبعي في المتغير دي، ايش بدي احط دي شباب؟ كمثال يعني نقول اي، نستخدم اي عمليات، يعني مثلا A اصغر من او تساوي ال B، راح يجي شباب ايش يسوي البرنامج؟ قلنا كيف آلية العمل تبعته، راح يمسك اول عنصر في A مع اول عنصر في B قارنهم. طبعا لاحظوا انتم شباب لما انا كتبتهم كان الاول 6 والثاني 6 اللينك تبعه الفيكتور 6 و6، يعني ايش شباب؟ عملية صحيحة. لو واحد مثلا 6 و1 5 بزبطش. طيب اي اصغر من او تساوي البي، بنمسك ال 12، هل هي اصغر من او تساوي الاربعة؟ لا، يبقى اول رقم حيديني اياه ايش؟ زيرو. الاربعة اصغر من او تساوي الاربعة؟ صحيحة، بديني 1. الخمس اصغر من السبعة؟ غلط، يبقى حيديني ايش؟ زيرو. السبعة اصغر من ال 11، السبعة أصغر من 11 برضو إيش؟ عملية صحيحة، راح يديني إيش؟ 1. التسعة أصغر من 9 صحيحة، العشرة أصغر من 20 صحيحة، يعني راح يديني فيكتور جديد هيو عبارة عن إنه إيش؟ اللهم صل على سيدنا محمد. أول عملية كانت خاطئة، الباقي كله إيش؟ صحيحة. طبعا هذه قلنا 5 أصغر من 7 هي صحيحة يعني. يبقى المهم بديني فيكتور شباب عبارة عن ايش الفيكتور هذا؟ نفس طول الفيكتور الأصلي، يعني طوله 6، بيكون عبارة عن حاصل مقارنة كل عنصر مع العنصر اللي بقابله، اللي بتحقق فيه الشرط 1، بتحققش الشرط مباشرة بديني ايش؟ 0. طيب لو جينا نستخدم عملية ثانية، مثلا كتبنا اف ده تساوي مثلا A تساوي B، هاي A دبل ايكوال، لاحظوا كيف بنكتبها B. فيعني بدي قارن، بيمسك A أول عنصر من A مع أول عنصر من B بقارنهم، وين بيكون في تساوي بديني 1، وين فيش تساوي بديني إيش؟ 0. لاحظوا فيش غير عند الأربعة بتساوي الأربعة والتسعة بتساوي التسعة. هذه إيش يعني طريقة ثانية. لو مثلا نجرب شغلة ثانية، نجرب يا شباب النط. هاي مثلا جي تساوي شيفت مع حرف الذال بالعربي اللي بتلاقوه جنب الواحد، بديني النط اللي هي عبارة عن إيش يا شباب؟ بدنا نستعمل
انه A not equal مثلا not equal ال B، يعني انه وين العنصر اللي في A اللي بيساويش ال B، يعني شبه تطلع معكوس لمين؟ للمصفوف اللي قبلها. لاحظوا هي معكوس لها، يعني كيف بيشتغل البرنامج في الحالة هذه؟ 12 لو تساوي الأربعة يبقى صح، تحقق الشرط يبقى واحد. الأربعة تساوي الأربعة تحقق ما تحققش الشرط تبعي لأنهم هنا يساوي يبقى زيرو. بلاقيت نفس الشغلة واحد وزيرو. طب لو بدي أقارن السكيلر مع الفيكتور يا شباب عادي جدا، مثلا لو كتبنا اس بدها تساوي إنه إيش؟ العناصر الموجودة في A الأكبر من 7 مثلا كمثال، يعني أنا هاي مثلا A أكبر من 7 راح يمسك كل عنصر في الـA. 12 أكبر من 7 صحيح بحط 1، الـ4 أكبر من 7 خطأ بحط 0، الـ5 أكبر من 7 خطأ 0، الـ7 أكبر من 7 خطأ 0، الـ9 أكبر من 7 1، الـ10 أكبر من 7 1. لاحظوا زي ما حكيت الشرح تبعهم. طب لو بدنا نجرب يا شباب على ماتريكس، نجرب مثلا نكتب اي ماتريكس بي تساوي، هاي نكتب ماتريكس اي ارقام فيها مثلا 2 4 6 اي سيمي كولون، اساس نعمل صف ثاني مثلا 7 8 9 اي ارقام، يعني مش قصة. نكمل 3 8 1 اي ايش فيكتور يا شباب. نقارن هذا الفيكتور مثلا اي شغله، مثلا نقول اتش تساوي نقول الفي اكبر من اي رقم، مثلا هاي في اكبر من خلينا نقول ايش في ارقام 5، منيح في اكبر من 5 بدينا ايش اي في اكبر من 5 يا شباب. لاحظوا عندك ايش؟ عندك 2 اكبر من 5 خطأ اداني 0، 4 اكبر من 5 خطأ اداني زي اداني ايه 4 اكبر من 5 خطأ اداني ايش زيرو، 6 اكبر من 5 صحيح اداني ايش يا شباب اداني 1، والشغلة نفسها كمل على باقي المصفوفة. في شغلة ملاحظة بدي احكيها، لاحظوا احنا قاعدين من يعني بيطلع عنا الناتج على شكل مصفوفة او ماتريكس او اري، خلينا نقول بشكل عام سواء كان فيكتور او ماتريكس على شكل اري باصفار وحدات. بقول لك يا شباب ممكن استخدم الاصفار الوحدات هذه في اني استدعي العناصر، استدعي بعض العناصر، يعني العناصر اللي بتقابل الرقم واحد يعني اللي بتحقق الشرط ممكن استدعيها. كمثال لو بدنا نجرب كيف يا شباب، اللهم صل على سيدنا محمد، لو كان انا عندي بالنسبه للحاله هذه بقول مثلا بدي احط في متغير جديد اسمه ان، بدي يساوي جيب لي العناصر من الفي اللي بتحقق لي الشرط تبعي. شو كان الشرط عندنا يا شباب؟ الشرط تبعك اما بتحط اتش او بتحط الجمله اللي جنب اتش اللي هي في اكبر من 5. لاحظوا لو حطينا اتش راح استدعي العناصر اللي حققت الشرط اللي هي كانت اللي قبلها واحد، يعني مثلا هنا مين عندنا؟ الستة والسبعة والثمانية والتسعة والثمانية، هاي لاحظوا بس مش مرتبين يا شباب، بستدعيهم بس مش مرتبين، هاي السبعة والثمانية والثمانية والستة والتسعة. لو في فيكتور بتستدعيهم مرتبين يا شباب، تمام؟ يعني خلينا نقول ايش في عندنا كان فيكتور صحيح قبل. هاي مثلا اللي هي ايش؟ ناخذ من الـ A، اي ناخذ من الـ A مثلا جي بدها تساوي اي استدعي لي من الاي اللي هي رامز جي، هاي استدعي لي شباب من الفيكتور اي العناصر اللي كان ايش النفي الها اللي كان قبلها يعني الصفر، هي نفس الشغل بس كذكر يعني. هذا شباب بالنسبة له اللي هي ايش يا شباب للريليشنال اوبريتور. طيب بيجي بعدك يا شباب على حاجة اسمها لوجيكال اوبريتور. شباب اللوجيكال هي عبارة عن ايش؟ ال سي. اللوجيكال اوبريتور يا شباب عبارة عن عملية برضه مرت علينا قبل هيك، اللي عبارة عن اند اور. طبعا ملاحظات هذه الشباب اعطيتكم اياها للي بيحب يمشي على الكتاب، الامثلة هذه عملنا زيها يا شباب. بعد هيك بيجي عندنا اللي هي اللوجيكال اوبريتور. طبعا شباب اللوجيكال اوبريتور برضه مرت علينا اللي هي عبارة عن ايش يا شباب؟ عبارة عن الاند والاور والنط. طبعا آلية كتابتها في البرنامج ان شاء الله الحين بالمثال راح تشوفوها سهلة وبسيطة، لها طريقتين للكتابة، ان نستخدم A AND بالإشارة تبعت AND A AND B اللي هي بالإشارة هذه يعني شباب، بالنسبة ل OR نستخدم A OR B بالإشارة هذه، بالنسبة للنط أو النفي اللي هو بالإشارة هذه. طبعا وين بنلاقيهم؟ بالنسبة ل AND شباب هذه بتلاقوها Shift مع رقم 7، بالنسبة ل OR Shift مع اللي هي ايش؟ الباك سلاش اللي هي عبارة عن القسمة المقلوبة، شفت مع الزر اللي فوق انتر بتلاقوه، بدينا الاور.
بالنسبة للنفي زي ما قلنا شفت مع حرف الذال بالعربي. طبعا لها أكثر طريقتين كتابة، هذه الطريقة هي الشائعة، وفي طريقة ثانية اللي هو أن نكتب and وبين قوسين a فاصلة b، أو نكتب or بين قوسين a فاصلة b، أو نكتب not بين قوسين ال a. طبعا برضه راح استعملهم في الأمثلة راح تشوفوهم إن شاء الله. طبعا شوف بالنسبة لآلية تعامل البرنامج مع هذه العمليات، كيف يعني بتتعامل مع البرنامج مع هذه العمليات؟ برضو في النهاية راح ناخذ جدول سهل وبسيط ببين لك كيف آلية العمل، بس في البداية خلينا نذكرها لكم. بالنسبة لاند يا شباب انه بتعامل مع اي رقم، لما انا اقول 5 اند 6 مثلا، فهو بتعامل مع انه اي رقم، إن اي عدد عبارة عن انه اذا تحقق هذا العدد هو العدد عدد صحيح، يعني العدد تبعنا انه هذه قيمة صحيحة مش قيمة خاطئة. بتعامل مع شغلة اسمها ترو فولس، ترو للعدد يعني. فإذا كان عندك العدد and عدد بدينا الناتج ايش؟ بدينا الناتج واحد، عدد زائد عدد and عدد بدينا الناتج واحد. عدد وزيرو، الزيرو بعتبره عبارة عن ايش؟ يعني شغلة خاطئة، ترو يعني ترو اند فولس، بدينا ايش يا شباب مباشرة؟ زيرو. بالنسبة لأور طبعا بالأمثلة راح تلاقوا الاشي أسهل وأبسط من الكلام. بالنسبة لأور يا شباب بتتعامل مع انه اذا كان عندك عدد اور عدد، يعني عدد رمز اور عدد، بيدينا ايش؟ قيمة صحيحة، عدد وصفر صحيحة، اما صفرين مع بعض بينهم اشارة اور بدينا ايش؟ خطأ. الكلام ده راح نيجي عليه ان شاء الله في جدول في نهاية المحاضرة. بالنسبة للنط يا شباب نفي اي عدد صحيح غير الصفر، صفر نفي الصفر واحد، الجملة احفظوها. بالنسبة للنط نفي اي عدد صحيح غير الصفر نفي تبعه صفر، نفي الصفر نفسه واحد. هذه الملاحظات موجودة عندنا هنا إن شاء الله. طبعا بالنسبة للشباب بقول لك أيضا ما ينطبق على الـ Relational Operator ينطبق على Logical Operator، من حيث إيش يا شباب؟ من حيث المقارنة مع عدد، مع فيكتور أو مع ماتريكس أو غير ذلك. يعني هذه شوية ملاحظات، نيجي نطبق نفس يعني أمثلة قريبة من هذه المسائل على الماتلاب. بداية يا شباب لو كان عندنا إحنا فيكتور إكس تساوي، نعرف فيكتور جديد إكس تساوي كمثال 8 3 0 33 0، وأيضا عندنا متغير اسمه y تساوي مثلا يا شباب 1 0 5 2 0. هاي عنا يا شباب عرفنا x وعرفنا y، نيجي ناخد شوية عمليات منهم. مثلا لو عرفت ايه هتساوي اكس اند واي، هاي اكس شيفت رقم 7 واي، ايش الشباب بيساوي؟ بروح بمسك كل فيكتور، طبعا الفيكتور الاثنين هذول الشباب لهم نفس الطول، هنا 5 عناصر وهنا ايش؟ 5 عناصر. بمسك كل عنصرين 8 وال1 في البداية، 8 وال1 بقرنهم، عددين صحيحين، عدد يعني مش صحيح يعني انه مش كسري، لا عدد يعني عدد مش صفر، عدد مش صفر، عدد على اليمين عدد على الشمال بدينا ايش؟ بدينا واحد، الناتج تبعنا بيكون واحد. مثلا في الحالة الثانية 3 مع الزيرو بقرنهم بلاقي هنا ايش؟ واحد منهم مش صحيح اللي هو يعني صفر، فبديني ايش؟ زيرو. 33 مع مثلا 33 مع الاثنين واحد، الصفر مع الصفر برضه حيديني ايش؟ صفر، تمام؟ هاي يا شباب بالنسبة لقصة استخدام اند، مثال على استخدام اند انه بقارن كل عدد مع اللي قباله، عددين بديني واحد. غير ذلك بديني ايش يا شباب؟ اصفار. غير ذلك بديني اصفار. طيب لو بدنا نستخدم يا شباب اور، نجرب اور يا شباب، اللي هو لو قلنا مثلا اس تساوي الاي اور شيفت وباك سلاش يا شباب اللي هي اللي فوق انتر الواي، طبعا فيش عندنا ايه اللي هي اكس وواي، اي اكس وهي واي. لاحظ يا شباب بقارن طبعا بس حالة وحيدة بتطلع عندنا صفر الاور اللي هي بيكون عندنا ايش؟ صفر وصفر. لو نستخدم النط يا شباب، طبعا شباب بالنسبة للنط لاحظوا لما بنستخدمها بنستخدم معها يعني رمز واحد، يعني مثلا بنقول شوف كمثال يعني بدنا نكتب مثلا مثلا في بدها تساوي اللهم صل على سيدنا محمد، مثلا نفي شيفت نط الاكس. لاحظوا ايش يعني كيف بنستعملها؟ بنستعمل معها متغير واحد يعني اكس او واي، او بكونش يعني فيها اثنين زي مثلا الحالة اللي قبلها تبعت الاند والاور. هذه يعني ملاحظة مكتوبة في الملاحظات اللي راح تلاقوها في الكتاب. شباب كيف النط بيعمل؟ نفي اي عدد قلنا ايش؟ صفر. 8 قبلها هيكون صفر، 3 قبلها صفر، الصفر نفيها ايش؟ واحد. 33 نفيها صفر، الصفر نفيها
واحد. هذه يا شباب بالنسبة للعمليات تبعتنا. طبعا هذه فيكتور مع فيكتور، بنقارن عدد مع عدد نفس الشغلة. يعني مثلا لو كتبنا 8 and 5 مثلا ادينا 1، لكن مثلا كتبت 8 and 0 راح يدينا ايش؟ 0. يعني المتجه بوضح الشغلة هذه. طبعا شباب بعد هيك يعني هذه بكون هيك يعني اجمالنا بالنسبة للوجيكال اوبريتورز. بعد هيك شباب في الكتاب عندنا، قبل نروح على شوية امثلة اخرى، في عندنا شباب في الكتاب اللي هي البريسيدنسي، الأولوية. طبعا احنا كنا مرينا عليها في الشابتر اعتقد الثاني او الاول، ولكن هنا صار عندنا في ادوات اللي هي او عمليات حسابية تتضمن عمليات اخرى جديدة، فبدنا الترتيب الكامل لهم. لاحظوا الترتيب اللي موجود عندنا، هان البريسيدنس، الأولوية، والأوبريشن. طبعا اول حاجة او اقوى حاجة بسموها اللي هي عبارة من الشباب البرانثيسز، اللي هي عبارة عن الاقواس. يعني عمليات لما تبدأ تكتب معادلة وتكتب في المعادلة هذه قوسين، مباشرة بالبرنامج بيبدأ بمين؟ بالأقواس. ولو كان عندنا أقواس داخلية وخارجية بيبدأ دائما بمين؟ بالداخلية. ثاني حاجة شباب تيجي بعدها مين؟ هي عبارة عن اكسبوننشيشن، عبارة عن ايش؟ الأس يا شباب. يعني أقوى شيء عندنا الأقواس، بعدين الأس، بعدين تيجي عندنا النط، أداة نط اليوم استخدمناها جديدة يا شباب، بعدين عندك الضرب والقسمة، بعدين الجمع والطرح، بعدين العمليات هذه كلها اللي هي الريليشنال اوبريتور، اللي عباره عن اكبر والاصغر، والاكبر من او تساوي، والاصغر من او تساوي، واليساوي، والنوت ايكوال، بعدين تيجي عندك الاند، بعدين تيجي عندنا مين شباب؟ مين؟ الاور. هذا ترتيب البريسيدنس، الاولويه يا شباب، ترتيب الاولويه. طبعا راح ناخذ مجموعه من الامثله عشان نشوف الاولويه كيف تشتغل يعني بالنسبه للبرنامج. نبدا بالامثله هذه. لو اخذنا شباب مثال، طبعا مثال سهل وبسيط برضو، 25 ضرب، وفتحنا أقواس شباب. داخل هذه الأقواس نكتب شوية جمل برمجية. برضو داخل القوس لو كتبنا مثلا 12 and، هذه اجت بيرسنت 12 and مع السبعة، 12 and 0، بعدين قلنا زائد بين قوسين النفي للزيرو اللي هي شيفت زيرو، بعدين زائد أقواس اللي عبارة عن زيرو أور خمسة. لاحظوا شباب العملية هذه تبعتنا، راح نمسك البرنامج كيف راح يبدأ أولوية. طبعا قلنا أقوى حاجة عندنا مين؟ الأقواس. طبعا في عندنا أقواس خارجية اللي هم هذا القوس وهذا، وفي عندنا الاقواس الداخليه، فهو راح يبدا بمين؟ بالاقواس الداخليه. الحين لما دخل على الاقواس الداخليه شباب لقى ثلاث اقواس، حيبدا بمين فيهم شباب؟ من اليسار لليمين. يعني هذه ملاحظه بدي احكي لكم اياها، انه اذا تساوت القوه بالنسبه لاداه معينه، يعني مثلا ضرب وقسمه، بنبدا من اليسار لليمين، بطبق من اليسار لليمين، اذا تساوت عمليتين بيبدا من اليسار لليمين. طيب بدا بيعتبر انه ايش؟ اول حاجه، او رحنا نبدا مباشره بال 12 اند زيرو. قلنا شباب الان لازم يكون القيمتين على اليمين وعلى اليسار اعداد مش صفر، فراح يطلع هذه نتيجها ايش؟ صفر. زائد نفي الصفر شباب قلنا قديش؟ واحد. زائد خمسة اور زيرو، يعني هذا عبارة عن ايش؟ واحد. يبقى واحد زائد واحد زائد صفر بيطلع لنا اثنين. خلصنا ندخل اقواس اثنين جاهزة، ضل عندنا بس نطبق عملية الضرب يا شباب. يبقى تقول 25 ضرب 2 راح يطلع معنا نتج قديش يا شباب؟ 50. هذا مثال على استخدام الأولوية. ايضا شباب في عندنا استخدامات اخرى للاكبر واصغر، اللي هي الاوبريشنال. نشوف كمثال يا شباب، لو عرفنا احنا متغيرين جداد، اكس بدها تساوي اللهم صل على سيدنا محمد، مثلا سالب 5 سيمي كولون، واي بدها تساوي 10 سيمي كولون. ناخذ شوية عمليات عليها شباب. لو مثلا عرفت انا اف بدها تساوي، يعني اي رمز جديد احط فيه، اللي هو سالب 10 اكبر او اصغر من الاكس، وفي نفس الوقت كملت عليها شباب اند اللي هي ايش؟ 8، او عبارة عن اكس اصغر من سالب 4. لاحظوا يا شباب العملية اللي أنا كتبتها هذه كيف راح يشتغل البرنامج بالحالة هذه. برضو بالنسبة للأولوية راح يجي على مين؟ الأقوى عندنا الأكبر والأصغر، راح يحل القوس اللي على اليمين أو اللي هو الطرف الأيسر والطرف الأيمن لآن، وبعدين يقارن الناتج تبع الطرف الأيمن والطرف الأيسر لآن مع بعض.
طيب بالنسبة للحالة الأولى، سالب 10 أصغر من الإكس، الإكس قديش يا شباب؟ سالب 5، يعني سالب 5 أكبر من سالب 10، صحيحة. الناتج تبعها قديش يا شباب؟ 1. بعدين راح يقول على الجزء الثاني، الإكس أصغر من سالب 4، الإكس سالب 5 أصغر من سالب 4، صحيحة برضو. فراح يكون عندنا الناتج تبعنا إيش يا شباب؟ 1 آند 1. راح يمسك الآند، 1 على اليمين 1 على اليسار، يبقى عبارة عن عددين ما فيش فيهم أصفار، يبقى الناتج تبعها قديش؟ برضو 1. فناتج الحسبة تبعتنا كله قديش يا شباب؟ 1. فهمنا كيف الواحد اجى هذا يا شباب؟ حلينا السالب 10 الاكس اكبر من سالب 10 طلعت 1، حلينا اللي هي اكس اصغر من سالب 4 طلعت 1، 1 اند 1 1. تمام؟ اما نشوف مثال تاني يا شباب، مثلا لو قلنا سي بدها تساوي النفي بين اقواس لمين؟ لا واي، هاي واي يا شباب اكبر من 3. لاحظوا يا شباب عندنا ايش اللي راح يطلع عندنا مباشرة، راح يمسك الواي اللي عندنا قديش؟ 10. اكبر من 3 عبارة عن ايش؟ عبارة صحيحة، يعني الناتج تبعها 1. لاحظوا انتم دخلنا مباشرة على مين؟ على القوس، اقوى من النط، القوس اقوى من النط. لما دخلنا القوس لقينا فيها ايش؟ واي اكبر من 3. 10 اكبر من 3 عبارة صحيحة. نصير عندنا النط للواحد، النفي النط للواحد قديش يا شباب؟ عبارة عن ايش؟ زيرو. لاحظوا اي الناتج تبعنا. طيب ايضا مثال تاني، لو كتبنا كمثال مثلا بي تساوي النفي، نفس المعادلة هذه شباب اللي قبل، بس لاحظوا بديش استخدم القوس يا شباب فيها عشان اديكم الفرق بين الاولوية. لاحظوا يا شباب نفي الواي اكبر من مين؟ من 3. كيف يا شباب راح يشتغل؟ مين اولى؟ مين اقوى يعني في الاولوية؟ النفي ولا الاشارة الاكبر من؟ لاحظوا في الترتيب كان عندنا مين يا شباب اقوى؟ النط. فنط راح تشتغل قبل، نط للواي، لاحظوا الواي عندنا 10، ايش النفي تبعنا 10 يا شباب؟ قلنا نفي اي عدد؟ زيرو، فراح تكون زيرو، زيرو اكبر من 3؟ لا مش صحيح يا شباب، فراح يكون عندنا نتج عبارة عن ايش؟ عبارة عن زيرو، لاحظوا؟ عبارة عن ايش؟ عبارة عن زيرو. ايضا يا شباب راح ناخذ اخر مثال او جملة برمجية، لو كان عندنا النط لا بين اقواس بين قوسين ايضا واي اكبر من 5، بعدين راح نحط اشارة اور بين اقواس الاكس اصغر من 2. بالنسبة للعملية هذه شباب طبعا ما حطيناش متغير، راح يطلع عندنا الان صار تساوي كذا. راح يشتغل كيف شباب البرنامج؟ بالنسبة للأولوية شباب راح يدخل على الأقواس مباشرة. الأقواس شباب عندنا فيها ايش؟ القوس الخارجية، في عندنا قوسين داخليات، راح يبدأ بمين؟ من اليسار لليمين. القوس الخارجي، القوس بالأول اليسار يا شباب عبارة عن ايش؟ واي أكبر من 5، الواي 10 أكبر من 5 صحيحة. أور حطها على شق، ندخل في القوس الثاني، إكس أصغر من 2، الإكس قديش يا شباب؟ سالب 5 أصغر من 2 برضه صحيحة. 1 أور 1 ايش الناتج تبعها اخذناه قبل هيك؟ يعني عدد اور وعدد اخر 1. النفي للواحد يا شباب كله ايش راح يطلع؟ زيرو. لاحظوا الناتج تبعنا زيرو، كيف يعني طلع زيرو؟ زي ما حكينا. هذا يا شباب يعني بالنسبة ل اللي هي عبارة عن اللوجيكال اوبريتورز، هيك بنكون يعني غطينا جزء كبير منها. في عندنا بعد هيك يا شباب موضوع في الكتاب بتكلم عن built in logical function، يعني عبارة عن logical function موجودة داخل الجهاز. نشوف لها جدول معنا راح نشرحه. طبعا هذه هي العملية الأساسية، logical function الأساسية اللي هي and or. طبعا هي طريقة الكتابة الثانية يا شباب، انه نكتب and وبين قوسين a و b، او نكتب or a و b، او نكتب not بين قوسين ال a. لاحظوا خليني بس اديكم تطبيق مباشر عليهم. هاي بالنسبة ل x و y، لو كتبنا يا شباب لاحظوا كيف نكتب or عادي، يعني بالأحرف small قصدي أقول x فاصلة ال y، إيش راح يكون عندنا يا شباب؟ كانوا حيطلع الناتج تبعنا إيش؟ 1 مباشرة، بالنسبة لأن الناتج تبعنا 1. بدنا نكتب and نفس الشغل، نكتب a and d يعني small letter، وبين قوسين بنكتب x فاصلة ال y، راح يطلع برضو 1. لو بدنا نستخدم النط يا شباب نكتب شيفت
او بنستخدم حرفيه ان او تي، وبين قوسين يا شباب ايش ايش بنكتب؟ رمز واحد ولا بنستخدم متغير واحد؟ يعني مثلا نقول نفي الاكس او نفي الواي، يعني مثلا الواي نفي الواي ايش حيطلع عنا؟ زيرو. تمام، هذا بس كنت اوريكم كيف بنكتب حرفيا النفي الاور والاند والنط. طيب نكمل شباب في اللهم صل على سيدنا محمد البيلت ان لوجيكال فانكشن، اللي هي عندنا جدول هذا يا شباب، اللي هي عندنا شباب الدوال الجديده عندنا اللوجيكال، اللي هي عباره عن اول واحده اكس اور اي وبي. طبعا هذا شباب ايش بتعين عندنا، او ايش ناتج لما نستخدم مثلا اكس اور 2 و4 كمثال، ايش بيختلف عن الاور العاديه؟ انا شباب بقول لك هذه تعطي قيمه واحد، يعني بكون الناتج تبعنا هاي ريتيرنز ترو 1 if one operand is true and other is false. يعني شباب بقول لك انه بتعطيك الناتج واحد اذا كان ال A صحيح و B خطأ، او العكس B خطأ او العكس اللي هو A خطأ و B صحيح. اما اذا كانوا الاثنين صحيحين او الاثنين، يعني العددين اللي داخلها العددين ال A وال B هذول العددين صحيحين او العددين خطأين، يعني صفرين او رقمين، تديك الناتج صفر. اما رقم منهم عدد خمسة او ستة او سبعة او اي رقم يعني عادي مع الصفر تديك الناتج ايش؟ واحد. نشوف اي المثال الموضح عندنا، والحين راح نطبق امثلة اخرى. احنا هاي مثلا اكس اور سبعة وزيرو، اديك الانسر ايش حتكون؟ واحد، لكن الرقمين زيرو، لو صفرين برضو زيرو. تمام يا شباب؟ بتعين قيمة واحد متى؟ لما يكون عندك رقم وصفر تدخلها للاي والبي. اما الاي والبي رقمين او صفرين تديك زيرو. طيب الداله الثانيه البلت ان بلت ان لوجيكال عباره عن ايش؟ اللي هي داله اول. اول يا شباب هنا بالنسبه للحاله هذه بقول لك ريتيرن 1 بترجع لك او بتعين لك قيمه واحد متى؟ اذا كان كل الاليمنت الموجوده في الفيكتور تبعنا عباره عن ترو. ترو ايش يعني؟ قلنا ترو صحيح يا شباب، ترو تعني عدد صحيح، يعني رقم مش صفر، عدد ليس صفر، هاي نون زيرو، هاي معنى كلمه ترو انها نون زيرو. طيب وبتعين لك قيمة زيرو متى يا شباب؟ إذا كان عندك على الأقل عنصر بيساوي صفر، إذا كان عندك في الفيكتور تبعك صفر واحد أو كله صفر بتعين لك القيمة الصفر. إن شاء الله بالمثال راح نستخدمها، طبعا هي مثال بسيط عليها إنه إيش راح تساوي؟ كان عندنا فيكتور بيساوي القيم هنا 6 و2 و15 و9 و7 و11، قلنا أول للإي كلهم أعداد كلهم ترو، يبقى إيش إداني؟ واحد. طيب في البي عندنا هان فيكتور ثاني في عندنا صفر واحد بس. عملنا اول ايش اداني؟ صفر، لازم يكونوا كلهم اعداد عشان يديك قيمة واحد. بعدين في عندنا دالة أخرى اسمها بسبب عبارة عن ايش؟ عبارة عن دالة اني. لما نكتب دالة اني وبين قوسين اي لفيكتوري اي، يعني ايش هذه يا شباب بتدينا اللي هي اني؟ بتديك قيمة واحد إذا كان عندك عنصر واحد على الأقل ايش؟ يعني صحيح، عنصر على الأقل صحيح. هاي بقول لك ريتيرن 1 if an element in a vector A is true، بقول لك إذا كان عندك على الأقل واحد نون زيرو مش صفر. يعني هي كمثال شباب العيد المباشرة، أي أرقام فيها غالبيتها أصفار لكن فيها عددين ثلاثة أعداد، فقلنا أني A إذن إيش؟ واحد، لكن كلها أصفار وكتبت أني B إيش راح يدينا شباب؟ صفر. أنا شباب لو كان عندنا ماتريكس بتعامل عمود عمود وبديك متجه، بديك متجه بيمثل الناتج تبعنا. يعني العمود الاول بيمسكوا اذا في عدد واحد صحيح فقط على الاقل واحد، مثلا كتبنا اني لماتريكس وكان عندك عباره عن العمود الاول في على الاقل رقم صحيح يعني غير الصفر بديك قيمه ايش؟ واحد للعمود هذا. العمود الثاني مثلا كله اصفر بديك قباله ايش؟ صفر، وهكذا. ان شاء الله الحين راح ناخذ ايش؟ امثله على ذلك. طيب بعدين عندنا شباب اخر حاجه اللي هي عباره عن داله فايند. فايند يا شباب عباره عن ايش؟ ايش بتعين؟ بتعين لك مواقع الارقام، مواقع بتعطيك موقع جميع الارقام الصحيحه داخل المتجه، يعني الارقام اللي بتساويش صفر تديك موقع الارقام اللي بتساويش صفر. يعني كان عندنا فيكتور بديك مثلا بالنسبه هي كمثال هي اي فيكتور تبعنا، كتبنا فايند اي وين الارقام اللي بتساويش صفر؟ ترتيبها الثانيه اللي هي التسعه، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، هي كاتبهم هنا الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس والسابع شبه عبارة عن أصفار فلتهم، راح قال الثامن والتاسع. تمام، آخر حاجة عندنا اللي هي عبارة عن إيش؟ فايند، نستخدم دالة فايند نفسها وفي داخلها يا شباب زي عملية، يعني إيه أكبر من دي. هذا شباب عبارة عن إيش؟ بقول لك إنه إذا كان إيه فيكتور بتعين لك قيم مواقع الأعداد، مواقع الأعداد اللي بتحقق الشرط هذا، يعني إنه الإي أكبر من الدي. كمثال يا شباب هيو عندك هنا قلنا فايند اي اكبر من 4، دور على الاي ايش الاعداد اللي اكبر من 4 ايش موقعها؟
اللي هو التسعة موقعها الثاني، بتحقق الشرط انها يعني التسعة اكبر من اربعة، قديش موقعها الثاني؟ والخامس اللي هي السبعة، والثمانية اللي هي ايش؟ رقمها تسعة. هذا شباب بالنسبة ل يعني المحاضرة اليوم، هاي الجدول الشباب اللي حكيت عنه، طبعا جدول سهل وبسيط ولكن بيوضح كل العملية تبعتنا اللي استخدمناها. بالنسبة لاند، لو كان عندنا شباب المدخل فولس وفولس، يعني شباب احنا قلنا فولس يعني ايش؟ الرقم المدخل صفر، فولس يعني صفر، ترو يعني عدد، اي عدد غير الصفر، اي عدد غير الصفر. فلو كان عندنا صفر وصفر، يعني صفر اند زيرو اند زيرو، ايش راح يدينا الناتج تبعنا يا شباب؟ زيرو، فولس يعني زيرو برضه. طيب لو كان بالنسبة لا، او نكمل سطر سطر، لو كان عندنا فولس وفولس، ايش راح يدينا الاور؟ العددين اصفار راح يديني صفر. العددين اصفار واستخدمنا الدالة اكس اور اي وبي، راح يدينا يا شباب ايش؟ برضو ايش؟ فولس. بالنسبة للناط راح يديني ايش يا شباب؟ راح يديني طبعا لو كان الناط النفي، نستخدم في الناط قلنا عنصر واحد فقط او متغير واحد. بالنسبة للنفي، هاي نفي لمين؟ لا اي، يعني نفي الصفر، ايش نفي الصفر؟ قلنا واحد. نفس الشغلة بالنسبة لبي، نفي الصفر واحد. طيب لو كان عندنا عنصر صفر ورقم، صفر ورقم، اجينا قلنا صفر اند خمسة كمثال، يعني صفر اند خمسة، ايش راح يدينا شباب؟ الاند لازم يكون القيمتين ترو عشان يديني ايش؟ واحد. راح يدينا يبقى في الحالة هذه فولس وترو، راح يدينا مين؟ فولس يعني صفر، يعني صفر واند رقم راح يدينا ايش؟ صفر. طبعا سهل وبسيط، مش عارف يمكن خربطكم بالشرح، بس مبين سهل وبسيط. يعني نمسك اند ببساطة، اند بتعطينيش الناتج واحد الا اذا كان العددين اللي انا بقارن بينهم اعداد مش صفر، تمام؟ هاي يعني ببساطه كلهم صفر صفر صفر، ما عدا الحاله الوحيده اللي بتديني فيها الاند الناتج واحد، متى؟ لما اكون بقارن بين عددين غير الصفر. بالنسبه لاور بتديني دائما واحد، ما عدا اذا كانوا العددين اللي انا بقارنهم اللي هم ايش؟ صفرين، اقول صفر اور صفر بتديني صفر، غير ذلك يعني عدد وعدد او عدد وصفر او صفر وعدد تديني ايش؟ واحد الناتج، ترو يعني واحد. بالنسبة لـ X OR A و B بتديني يا شباب ايش؟ قلنا لما يكون واحد صح وواحد خطأ، يعني false و true، يعني عندك عدد وصفر بتديني ايش؟ واحد، غير ذلك بتديني ايش؟ بتديني false، يعني لما يكون صفرين او رقمين بتديني ايش؟ false false، يعني صفر صفر، بينما لما يكون عدد وصفر بتديني ايش؟ واحد، الناتج تبعها بكون واحد. بالنسبة للناط نفس الشغلة، هذه يعني الناط بلزمش كل هذا، خلاص حافظين جملة واحدة، نفي اي عدد صفر، نفي الصفر واحد، تمام؟ فهي عندك فولس فولس يعني صفر صفر، نفي الصفر والصفر اول هذه اتنتين عباره عن ايش؟ ترو ترو، واحد واحد، نفي النفي للترو ترو عباره عن ايش؟ فولس فولس، نفس الشغله بالنسبه لبي. نيجي نطبق بس شويه مسائل بسيطه على اللي هي الدوال اني واول وشغلات هذه. لو كان عندنا شباب في البدايه فيكتور اسمه اي تساوي هذا الاي، بتكون من العناصر اللي عندنا مثلا اي حاجة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، وكان عندنا ايضا فيكتور ثاني بي تساوي اي سيمي كولون، بتكون من عناصر واحد اثنين ثلاثة زيرو. واجينا شباب كتبنا في البداية مثلا هاي اول بين قوسين، لو كتبنا اول الاي، طبعا ايش قلنا شباب؟ اول اي بدي يديني واحد متى؟ اذا كان كل الاعداد اللي جوي وارقام مش صفر، انا اداني واحد مباشره. لو كتبنا الاول للبي يا شباب، راح يديني ايش؟ صفر، لانهم مش كلهم اعداد. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. لو بدنا نستخدم مثلا نقول مين اللي هي الداله الجديده هذه اكس اور، لاحظوا كيف اليه كتابتها يا شباب، اللي هي اكس اور الاكس اور اثنين وزيرو، تمام يا شباب؟ اثنين وزيرو، اثنين فاصلة زيرو، هاي يعني عددين. راح ايش يسوي شباب البرنامج؟ اثنين وزيرو، واحد فيهم صح وواحد غلط، راح يدينا ايش؟ واحد. لكن لو كتبنا اثنين مثلا واربعة، راح يدينا ايش؟ زيرو، لازم يكونوا اما واحد صحيح وواحد خاطئ. لو كتبنا شباب اني، بس نكتب لها مثلا هاي مثلا اس تساوي هاي فيكتور جديد، الفيكتور هذا يا شباب عبارة عن اربعة صفر اربعة صفر صفر اثنين خمسة. واجينا شباب استخدمنا اني، لاحظوا ايش راح يديني اني؟
مواقع. لا الاني راح يدينا شباب اي عدد، الاني راح يدينا شباب قلنا ايش، بعطيك قيمة واحدة، كان على الاقل في عندك عنصر، على الاقل عنصر واحد مش صفر. طبعا اني لاس ايش راح يديني، واحد. لو كان كله اصفار يعني اي مثلا اي فيكتور جديد مثلا ار تساوي قوسين، هاي سيمي كولون، هاي صفر 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 صفر، هاي مثلا كتبنا اللي هي ايش اني للار، ايش راح يدينا يا شباب؟ صفر، لانه كلهم اصفار. طيب لو كتبنا بالنسبة ل بالنسبة للمتغير اس هذا، لو كتبنا مثلا find الاس، ايش راح يدينا يا شباب؟ مواقع الارقام اللي بتسويش صفر، اللي هي الاربعة والاثنين والخمسة، ايش مواقعها؟ واحد واربعة وخمسة، لاحظوا واحد واربعة وخمسة. هيك يا شباب يعني بنكون، طبعا لو نستخدم اخر حاجة مثلا نقول find s اكبر، هاي اكبر مثلا من ايش، من واحد، شو ايش راح يدينا ارقام برضو، هي الواحد والاربعة والخمسة، العدد الاكبر من واحد. هيك بنكون استخدمنا كل الدوال. هيك يا شباب بنكون وصلنا لنهاية محاضرتنا، محاضرة سهلة وبسيطة شباب، حاولوا تطبقوا هذه الدول اللي استخدمناها الجدة كلها، طبعا بالتجريب راح تكتشف أشياء كثيرة سهلة وبسيطة، عندك تساؤلات جربها إن شاء الله راح تلاقيها هذه التساؤلات كلها سهلة وإجابتها بسيطة، وإن شاء الله بنكمل محاضرات أخرى في شابتر 6. إلى اللقاء.